من جديد بجدد الترحاب بكم متابعينا وين ما كنتم، بنرحب بكل اللي انضم لمتابعتنا. ولسه في حضرتنا كثير من الفقرات. يمكن خلال الفترة الماضية انتشرت كثير من الشائعات اللي بتقول انه في واحد من الامراض اللي ما معروف انها هي شنو او طبيعتها شنو او حتى تفاصيل الناس اللي بتصيبهم، وكانت مدعاة لأنه يكون في بلبلة كثيرة في المجتمعات سواء كان في غرب السودان أو في مناطق متفرقة من السودان، إلى أنه إحنا من خلال المساحة دي عاوزين نوعي الناس أكثر بأنه في حميات انتشرت فعلا، لكن نسبها، أسبابها، أعراضها، مسبباتها، كل التفاصيل اللي عندها علاقة بها، حتى الأرقام والإحصائيات الحقيقية المرتبطة بها، خلوا الناس يعرفوا أنه هو شنو المرض الموجود والمنتشر في مناطق متفرقة من السودان. والحميات النزفية تحديدا حمى الضنك هي اللي حنتكلم عنها من خلال المساحة القادمة. بنسعد جدا بأنه يكون في حضرتنا دكتور بابكر المقبول، مستشار لإدارة الطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم والأخوة في قناة الشروق، وسعيد أكون معكم في هذه الاستضافة. شكرا. نحن أكثر سعادة والله يا دكتور. خلينا نتكلم أولا عن المرض. يعني يمكن في الفترة الماضية انتشرت كثير من الشائعات اللي بتقول إنه في أمراض حميات نزفية هي موجودة في مناطق متفرقة، لكن الناس ما عارفين عنها تفاصيل، ما عارفين إنها هي شنو أصلا، بس بتصيب الناس، ويمكن في ناس كثيرين بيقولوا إنه في نسبة الوفيات فيها عالية. فخلينا نتكلم عن تعريف المرض هو شنو. طيب، هي حقيقة طبعا نحن في كل ولايات السودان الآن طالعين من موسم الخريف، ومعلوم كمان إنه الخريف دائما له تداعياته الصحية، وفي كثير من الأمراض بتظهر بعد في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء. وتحديدا أكبر مرض بيكون واسع الانتشار في الفترة دي هو مرض الملاريا. نحن شهدنا هذا العام خريف ثقيل جدا في كل أنحاء السودان، وصاحبته السيول كثيرة، والتصريف عندنا فيه كان يعني إشكالية. فكل الأشياء دي مجتمعة أدت لتزايد أولا نقول أعداد معدلات انتشار الملاريا. ومع الملاريا ظهرت لنا في حمى الضنك، وهي حمى ما غريبة على السودان طبعا. هل في توزيع محدد لها يا دكتور للملاريا تحديدا في مناطق محددة جغرافيا؟ الملاريا؟ أيوة، الملاريا هي في كل محليات السودان، كل ولايات السودان. طيب. مع تفاوت النسب الانتشار يعني، لكن هي زي ما قلت لك بيكون طلعنا من موسم كله فيه تراكم المياه، و يعني ما في تصريف كويس، ايضا في تخزين داخل تخزين المياه داخل البيوت. الناس في الشتاء بتنوم داخل البيوت، فكل العوامل دي بتؤدي لانتشار في تزداد معدلات الملاريا. وظهرت حمى الضنك، هي دي حمى فيروسيه طبعا، بنقولها بعوض بيختلف من بعوض الملاريا كناغل اساسي، لكن المشكله انه حتى انواع البعوض الاخرى غير البعوض الناغل للطنك اللي هو يسمى بالعربي الزاعجه المصريه، برضو لما يستفحل وباء الضنك بيبقى كل انواع البعوض الموجود في البيئه ممكن ينقل المرض من انسان لانسان. المشاهد البسيط ممكن يكون هو ما عارف الاعراض المرتبطه بحمى الضنك، بيقول لك انا جاتني حمى، جاتني اصبت بتعب بفتور بكده، فممكن يبقى في تخوف. خلينا نتكلم عن الاعراض المحدده لحمى الضنك تحديدا، وبرضه كلمنا عن مناطق الجغرافيه الموجوده فيها. يعني الان الابيض بيتكلم عن انه موجود فيها حالات بكثافه، وفي صور انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بانه هم حتى البنى التحتيه للمستشفيات بقت ما قادره تستوعب كميه المرضى الموجوده في البيوت وفي المستشفيات، بحيث انه هم حتى بيجوا في العربات. يعني واحده من الصور اللي كانت موجوده انه ماسك الدريب بيده، وفي العربيه في واحده ست قاعده برضه بدوها في دريبات. فخلينا نتكلم عن الاعراض عشان ما يصاب الناس بالهلع بانه ممكن تكون هي فعلا نسبه الوفيات فيها عاليه او منخفضه. طيب، انا لو سمحت لي يعني بتكلم لك عن الاعراض، لكن خليني اتكلم عن الحمى ذاتها كعرض كتعريف. الحمى ذاتها اللي بيشعر بها يعني معظم السودانيين في طوال ايام السنه، بيقول لك انا عندي ملاريا.
فهي الحمى كعرض يعني بتتضمن أسباب كثيرة جدا. يعني الناس حقهم ما تتسرع لوحدها ولا يعني تبني الحكم الخاطئ من غير استشارة الطبيب ويقول لك أنا عندي ملاريا. لا، إحنا عندنا أشياء كثيرة بتسبب نفس الحمى بتاعت الملاريا، بتسببها حمى الضنك، بتسببها الشيكنغونيا، بتسببها الحمى الصفراء، ممكن يسببها السحائي، عدة أمراض ما مجال تتشابه الأعراض فيها لكن المرض مختلف. أيوة، كلها صداع، حمى مفاجئة، آلام ظهر، آلام عضلات، آلام في العظام، فقدان شهية، استفراغ، كلها. فلذلك الرسالة المهمة اللي احنا بنقولها يا أخواننا، ما كل حمى نحن نفترض إنها هي ملاريا. أقل شيء يجب إنك تعرض للطبيب، تعرض نفسك للطبيب، وأقل شيء إنك تعمل الفحوصات المطلوبة اللي بطلبها منك الطبيب عشان تفرق بين الحمى وثمى. دي خطوة مهمة جدا. الخطوة الثانية حمى الضنك، أو الكلام الثاني، النقطة الثانية أنا دايما أتكلم عنها، حمى الضنك. حمى الضنك زي ما قلت لك في السودان يمكن من خمسينات القرن الماضي هي موجودة، موجودة في السودان، بس الشيء الجد الجديد الحمى دي كانت عندنا في الساحل، ساحل البحر الأحمر، في تحديدا في ولاية البحر الأحمر، وشوية دخلت لكسلة وقضارف. دي في السنوات الماضية، يعني في العقدين الماضيين كانت منتشرة على الجهات الشرقية بتاعتها. طبعا في عوامل كثيرة، التطور يعني الاجتماعي والاقتصادي وحركة الناقلات وازدياد العمران ويعني توسع في المباني وقلة في المياه وحركة تجارية وحركة أجانب بيجوا السودان. أهم أخطر حاجة لنقل الفيروس بتاع الفيروس الضنك ده هو الإنسان. فلما أنت تكون عندك حمى وجاي من آسيا، من شرق آسيا، نزلت في مطار الخرطوم، ومن مطار الخرطوم مثلا ركبت مشيت الأبيض، هناك الناقل فيه موجود، البعوضة فيه، البعوضة دي لو أنت قرصتك أنت ومشى الثاني قرصت لها زول ثاني بتنقل المرض. يعني ده يكون نقل سريع جدا، انت جبته من اسيا لقلب السودان، يعني نعم، لقلب افريقيا. فلذلك انتقال سريع. ايوه نعم. الانتشار الجديد، التمدد الجديد اللي حصل في السودان، انه الحمى دي انتشرت لقرب السودان. بدايه انتشرت في دارفورات، دارفور جنوب دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور، وهذا العام لاول مره انتقلت لاقليم كردفان. يعني هي جديده عليهم، لذلك هو الفزع يعني الحاصل والهلع. أيوة، وغيره. طيب معدل، خلينا نتكلم عن المعدلات، هل هو معدل الإماتة فيها عالي ولا الإصابة بس هي بتعتمد على إنه لا، معدل الإصابة فيها عالي، الإصابة لكن الإماتة ما عالية. ما عالية. طيب، ومعدل الإصابة عالي ليه؟ لأنه ما كانت، ما عندهم فيها مناعة، أجسام ما عندها مناعة ضد هذه الحمى. وده بنفسه هو يعني مشهد مكرر حصل لنا في بورسودان لما أول مرة جات في بورسودان. نعم. حصل لنا في كسلة لما أول مرة جات في كسلة. والآن بيحصل لنا في، أو حصل لنا في دارفور في السنوات الماضية. والآن بيتكرر في المحلات دي، ولكن جديدا كان في الآن في غرب، في بدأ في غرب كردفان بالمناسبة في الفولة. نعم. وفي الآن في مدينة الأبيض في شمال كردفان، لأنك ما عندك مناعة ضد الفيروس اللي بيسبب المرض ده. فلذلك البيت لو فيه 10 ممكن 8 7 9 يرقدوا بالمرض حسب المناعة والمقاومة. أيوة، هي المناعة ما في. نعم. يعني انت قبل كده ما بعد كده بتبقى المناعة. أيوة. الشخصية. نعم. لأي زول، وإنه هو يقدر يصد المرض. طيب كيف يا دكتور نتخذ الإجراءات الوقائية لو يعني طالما إنه في البيت بيكون في مصابين وبالضرورة يكون في أي حي أو حلة فيه مصابين، كيف نقدر نتخذ إجراءات وقائية ونقدر نحمي الباقين اللي ما تصابوا حتى الآن؟ والله دي هي مطلوبات متعددة، وكل ذول يعني جوانب كثيرة بيليهم الأمر بتاع منع الانتشار ده. طيب. على مستوى الأسرة اللي هو يعني أولا اهتمام ب أو أسلوب حفظ المياه في داخل بيتك.
لازم تكون يعني لو عندك تخزين للمياه، لو انت مضطر تخزن المياه لازم المواعين اللي انت بتخزن فيها المويه دي يعني تنظف بصوره دوريه. واحنا بنفضل حتى لو كان كل يوم قبل ما تملى برميلك ولا تملى زيرك لازم تنظفه بالداري تكرشه عديل كده، لانه الطور المائي اليرقي للبعوضه دي هو اهم مرتع عليه وبتوالد فيه هو المياه المخزنه. وبالتالي ايضا نظافه بيتك تنتقل من نظافه بيتك لنظافه حيك. يمكن نظافه الحي ده انت بتكون انت جزء منها، لكن برضه معاك ثاني جزء مجتمعي كان بقى لجان شعبيه او لجان مراه او لجان شباب وكده، وفيه جزء حكومي اللي هو المحليه. وبالذات نحن طالعين من خريف يعني المفروض كل الحتات اللي فيها توالد وفيها مياه راكده. خصائص التوالد بتاع البعوضه النغله دي لو في مويه، ابسط مويه لو في علبه صلصه قعدت لمده 7 يوم بدون ما تتحرك هي ممكن تولد البعوضة المسبب لهذا المرض. والبعوضة دي هي من ما تولد بتكون هي معدية شايلة الفيروس، بخلاف أنواع البعوضة الثانية أو بعوضة الملاريا وكده ممكن البعوضة الجديدة ما تكون حاملة العدوى إلى أن تتغذى على إنسان مصاب. لكن بعوضة الزعج المصرية اللي هي بتسبب حمى الضنك من ما قامت بتقوم باسنانها وبتكون معديه، فدي دي مشكله كبيره. دي اللي بتؤدي للانتشار السريع. نعم. طيب برضو الناموسيات عامل وغائي مهم جدا، واستعمال الناموسيه والحرص عليها. وفي طالما في موسم بتاع حمى احنا بننصح بالناموسيه متى ما كنت انت داخل البيت. لانه كمان البعوضه دي عندها خاصيه هامه بتعضي بالصباح الباكر وبالنهار. يعني طول اليوم طالما انك موجود في البيت وقاعد تكون تحت الناموسيه. لو بتقول لي ما بقدر اقعد بالناموسيه طول اليوم يعني تكون تلبس ملابس تتناسب مع هناك تقيك بقدر الامكان، وشرابات ما تقعد في الاماكن المغلقه وخليك في الهواء المفتوح. ممكن الناس المقتدرين يستعملوا المسوح بتاع البعوضة. لأنه البقاء في البيت أو البقاء في أماكن العمل واحد برضو من المسببات اللي بتخلي الزول أكثر عرضة من الإنسان في الأماكن المفتوحة. ولذلك نلقى أكثر المصابين في المرض هم من النساء والأطفال، لأنه بيكونوا قاعدين داخل البيت أكثر من أنه بيطلعوا في البر. ودي مشكلة طبعا. أيوة. طيب ممكن نتكلم برضو عن العلاج يا دكتور، بانه في ناس كثير بيقولوا انه العلاج ممكن ياخذ فتره زمنيه طويله، وشنو العلاج المطلوب اللي ممكن الناس تتخذه في الحاله؟ العلاج هو اساسا علاج دائم للاعراض، لانه مرض فيروسي. الامراض الفيروسيه عموما ما عندها قليل جدا من الامراض الفيروسيه اللي ثبت انها عندها مضادات فيروسات. لكن الاثر اللي بيعمله الفيروس ده في داخل الجسم هو بيأثر على الدورة الدموية، بيأثر على الأعضاء الداخلية. أخطر ما فيه بيعمل هبوط في الدورة الدموية. نعم. الهبوط ده نتيجة لأنه الأوعية الدموية بتاعت الإنسان شفافيتها بتضعف أو بتطلع السائل البلازما بتطلعه من داخل الوعاء الدموي لخارج الوعاء الدموي لكن داخل الجسم، وبتخلي فقط خلايا الدم كانت خلايا الدم الحمراء او الخلايا البيضاء داخل الوعاء الدموي. فبيبقى انت الدم ده ما مخلوط، هو فيه مكون سائل ومكون خلايا. لما السائل يطلع برا الوعاء الدموي وتبقى الخلايا داخل الوعاء الدموي بيبقى شنو يعني زي الدم بيتخن والمويه بتطلع برا. طلوع السائل المكون للدم اللي هو البلازما ده بيخلي ضغط الدم ينخفض وكثافة الدم تكون ثقيلة شوية. الانخفاض ده هو بيأثر في كل الأعضاء الداخلية، انخفاض ضغط الدم بيأثر في الكبد، بيأثر في الكلى، بيأثر في الجهاز العصبي، بيأثر في بيبقى العلاج داعم. ولذلك العلاج انت طالما فقدت سوائلك
البلازما دي طلعت من الأوعية الدموية لداخل الجسم، أنا لازم أديك سوائل محاليل وريدية. العلاج الأول هو المحاليل، المحاليل الوريدية دي هي في كثير من الأحيان هي المنقذ الأول للحياة. إحنا ما نستهين بها، لأن العملية هي عملية بتاع تعويض. أنت عندك ضغط خفض، لازم ترفع الضغط ده، عشان لما يترفع الضغط الدورة الدموية بتاعتك بتكون شغالة بكفاءة، الدم بيصل لكل الأعضاء الداخلية، الأعضاء الداخلية بتشتغل شغلها المطلوب تشتغله، الكبد تشتغل شغله صح، الكلى تشتغل شغله صح، القلب يشتغل شغله صح، المخ يشتغل شغله صح. بيستغرق فترة قدر شنو يا دكتور؟ يعني الفترة العلاجية اللي بتستغرقها المرض من بداية ظهور الأعراض اللي هي في البداية الأولى من 3 لـ 4 لـ 5 أيام لحد ما يبقى السيفير أو يعني مزمن نصل للمراحل المتأخرة منه لحد ما يتم العلاج، بتستغرق فترة قدر شنو؟ هي فترة مختلفة، من تكون أسبوعين لـ 3 أسابيع. نعم. حسب زي ما ذكرت قبل أنت مناعة الفرد لفرد. نعم. لكن طالما انت عندك اعراض، يعني طالما عندك حمى بتجيك، طالما عندك فقدان للشهيه ما بتاكل، طالما انك بتطرش من وقت لاخر، ده كله معناته انت لسه ما تماثلت للشفاء. وشنو يعني تكون لسه حامل المرض وما شفيت. بمجرد ما تنتفي الاعراض دي احنا بننصح بعدها باسبوع وانت خالي من الاعراض تكون برضه مرتاح. عشان شنو؟ بعد ذاك نتاكد من شفائك، نقول لك انت تم شفائك. فالمساله وده اخطر حاجه فيها انها فتره المرض طويله، المرضى طويله. دي لو حسبناها من اي شيء، لو انت راقد في البيت خساره، راقد 3 أسابيع 4 أسابيع بدون انتاج خساره، ولو انت راقد في المستشفى خساره مضاعفه، لانك انت برضه وقفت من الانتاج وانت برضه كلفت الدوله حاجات كثيره جدا. فدي ذاتها دي خطوره المرض واهميه تكون انت تحت اشراف طبي سواء كان في البيت او في المستشفى. في حديث يا دكتور عن انه واحده من طرق علاج المرض هي بالاعشاب، مدى صحه الخبر ده؟ ابدا، ما في شيء مثبت. نعم. يعني علميا انه الاعشاب عندها دور. أنا وريتك فسرت لك هو بيحصل ليه وإحنا البلدي بيعمل شنو في الجسم وبيعالج شنو. ولذلك المسألة دي أنا أنصح إنه الناس ما تتجه لها. جميل. أيوة. يعني هي العلاج بالمحاليل الوريدية، بعد كده الحميات وغيرها بالمخفضات الحرارة بالمسكنات. أيوة، هي أهم شيء المحاليل الوريدية والممارضة، الممارضة السريرية. يعني أنت في السرير ده تكون تحت رعاية كادر طبي. نعم. كان ممرض مدرب او طبيب، عشان كل اللي بيعملوا الكادر الطبي ده بتاكد انه دورتك الدمويه مستقره. لو انت دوره يعني استقرار الدوره الدمويه بتمثل في اهم حاجه ضغط الدم يكون طبيعي. لو ضغط الدم ده طبيعي ان شاء الله انت ما بتجيك اي حاجه. جميل. نتيجه لقلة المعلومات، يمكن واحده من الشائعات اللي كان انتشرت اللي هو الاعشاب، علاج بالاعشاب، شنو المفاهيم الخاطئه ثاني المرتبطه بالمرض عموما، يعني لقيتكم من خلال العمل الميداني او حتى منتشره الان من خلال السوشيال ميديا وغيرها؟ والله هي فعلا طبعا المعالجه بالاعشاب دي من اخطر الاشياء. طبعا في كثير من الشائعات المغلوطه اللي بتكون موجوده ومنتشره في نعم ايوه في السوشيال ميديا. نعم. الناس دائما المرض الطويل، وهي طبعا القصه الواحد بيقول لك انا جاتني حمى، اول حاجه افتكرتها في تور ساي، ثاني افتكرتها ملاريا، عالجت الملاريا ما راحت، ثاني فكده. فالمده الطويله دي مرات في بعض الناس بيخلوني همشوا للمعالجين الشعبيين ديل، وفي بعض منهم بيمشوا للكي بالنار، ودي كلها طبعا ممارسات خاطئه. لو ما زادت المشكله ما بتفيد المريض بأي حال من الأحوال. طيب خلينا نتكلم عن فئات خاصة يا دكتور. يعني الناس الآن بتتحدث لأنه في المجتمع في فئات خاصة اللي هم الحوامل، المرضعات، الأطفال صغار السن، مدى التعرض وخطورة المرض بالنسبة لهم؟ والله أنا ذكرت لك إنه المرض طالما إنه هو الناقل، هو أساسا البيئة المفضلة له الغرف والبرندات والأماكن المغلقة، فبالتالي بيجينا الأكثر عرضة للمرض هم الفئات اللي بتبقى داخل البيت لزمن طويل. فلذلك النساء
والأطفال هم أكثر عرضة من الرجال، وكذلك كبار السن، لأنه كبار السن برضو بيكونوا قاعدين داخل البيت. جميل. طيب خلينا ناخذ اخيرا يعني نصائح لكل الناس اللي بتتابعنا وممكن موجوده الان في الولايات وموجوده في مناطق متفرقه من السودان، خلينا نطمنهم بقدر الامكان ونوريهم خطوره المرض ونصائح برضو ممكن هم يتخذوها. والله انا الشيء اللي بقوله لعامه الناس انه اول حاجه حمى الضنك حمى معروفه لدينا، مثلنا العامي بيقول لو يتعرف السبب بطل العجب، فهي حمى معروفه لدينا، مآلاتها كلها معروفة لدينا، هي ما خطيرة. يجب أنه الإحصائيات الموجودة الآن كيف يا دكتور؟ هي بتم ببين ممكن يكون في وضع وبائي في السودان ولا؟ هو في وضع وبائي، في انتشار واسع، دي حقيقة نقولها. وفسرت لك انتشار واسع ليه؟ لأنه دخل منطقة ما كانت بتعرف الحمى، وده شيء طبيعي. يعني احنا بنقدر البيت 90% من كل بيت في الأبيض اصيب. نعم. اصيب بهذه الحمى. فانا ارجع لكلامك انه يعني المرض معروف السبب. نعم. معروف العلاج، مطلوب من المواطنين والاسر يعني مراجعه السلطات الصحيه، مطلوب من السلطات الصحيه برضها يعني تهيئ نفسها لاستقبال هؤلاء المرضى. مطلوب من الحكومات سواء كان ولائية أو الحكومة الاتحادية تقوم بدورها في المكافحة، لأنه نحن هنا عندنا حاجة معروفة، السبب البعوض. كلنا فرد وأسرة ومجتمع وحكومة لو اشتغلنا انتهينا من البعوضة، النتيجة حتمية. لو احنا انتهينا من البعوضة بعد 7 أيام بيكون ما في حاجة، معناها نبدأ بنفسنا. يعني هي رسالة لكل بيت سوداني إنه هو يبدأ من نفسه ويبدأ من بيته ويبدأ من أسرته الصغيرة ومن مجتمعه الصغير بأنه هو يكافح ويحارب البعوض، وبالتالي يطلع للحي والمجتمع ككل. نحن يد على يد نقدر نعمل حاجة. شكراً. والعمل ذكر صعب. نعم. صعب، ما حق صحة براها. صحيح. يعني هي يعني معالجة أو خلينا نقول إنها مجتمعية بصورة مجتمعية تضامنية كبيرة. نعم. كويس. حتى الشركاء الصحة من المنظمات والإناي ما مقصرين، قايمين معانا بدوره، الهلال الاحمر قايم بدوره، احنا نناشد الشباب يقوموا بدوره، المراه تقوم بدورها، الطلاب يقوموا بدورهم، لانه عمل كبير. صحيح. ما بنقدر عليه في الصحه لوحده. احنا شاكرين لك كثير دكتور بابكر المطبول المدير السابق لاداره الطوارئ والمستشار باداره الطوارئ الصحيه ومكافحه الاوبئه بوزاره الصحه الاتحاديه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشكرا للاستضافه. التحيه لك.